ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة باش نقول لهم بارك الزيادة 10 درهم في البوطة، من 40 درهم ولات 50 درهم. نسولوا المواطنين شنو الرأي ديالهم في هذه الزيادة، واش معقولة ولا غير معقولة مع اقتراب عيد أضحى. أجوا معايا. السلام عليكم أستاذي. عليكم السلام سي فريد، الله يحفظك. الله يحفظك أخويا. يعني مع اقتراب عيد الأضحى وزادوا 10 درهم في البوطة، من 40 درهم ولات 50 درهم، واش هذه الزيادة معقولة في النظر ديالك؟ لا ماشي معقولة، لا قاصحة بزاف، قاصحة بزاف اخويا على الدرويش، لان الدرويش كاين مسكين اللي عنده مصاريف، كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي عنده مراه، كاين اللي عنده والدي يعني جالسين معاه مراد كيصرف عليهم. يعني بالنسبه للدرويش 10 درهم راه قاصحة بزاف، اما اللي عنده راه ماشي مشكل، 10 درهم راه ما كتبانش لي، حتى 20 درهم ما كتبانش لي. ولكن بالنسبه للدرويش راه هما شحال هادي كانوا قالوا غيزيدوا فيها، وشحال هادي مساكن كيقولوا غيزيدوا عندنا 10 درهم راه بزاف بزاف بزاف. ولكن منين تزادت اليوم يعني الصراحه راه الدرويش كلا العصا خويا، يعني كلا الشحن جابوها مع اقتراب عيد لاصقه مرادفه مع العيد. هالعيد جاي يعني مسكين كيفكر الحولي، ما عندوش حتى باش يشري الحولي والمصاريف ديال الحولي، وجابوا لي ثاني مع 10 درهم ديال الصيف ثاني. الصيف ثاني يعني جات مع الصيف، عاد غتجي ثاني السنه الدراسيه، يعني بزاف الصراحه. يعني الدرويش راه واكل الشحن. دابا قالوا هما راه عطينا يعني دوك الناس عطيناهم داك الدعم، راه نزيدوا حنا في البلاصه، الدعم بغاو يخرجوها منهم. حشومه هذيك 500 درهم اش دايره؟ 500 درهم ماشي حتى لواحد، 500 درهم راه داروها اربعه الناس، يعني 500 درهم شحال غتجي لواحد؟ 100 درهم هما الا كانوا عائله في الدار. يعني اما هذيك 10 درهم اللي زادوا راه ماشي معقول والله. خويا انا ما متفقاش معاهم في الاراء، الزياده ما خاصهمش يزيدوا على المواطنين. كاينين الناس مساكن اللي محتاجين، عندهم طريطه، عندهم وليدات، الازواج ديالهم حاملين، ما يمكنش الانسان غادي يبدا يخلص هذاك المقدار اللي كان كيخلص. راه بزاف علينا خويا هاد الاثمنه ديال البوطه اللي تزادت، انا ما متفقاش معاهم في الاراء. هادشي اللي كاين اخويا، كنطلبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير يديروا لنا تاويل ويديروا لنا حل من هاد المشكل ديال الزياده. راه حنا كنعانيو، حنا بالنسبه نسبه المواطنين عامه كتعاني من هذا. واش انا فايقه في الصباح حتى كيقولوا لي الناس باب مراكش، وانا معروفه كيقول لي باب مراكش راه تزادت البوطه من 40 درهم ل 50 درهم، هذا امر لا يستهان، انا ما غنقبلش هادشي. ولا غير معقوله هاد الزياده ديال البوطه؟ واخويا البوطه راه دازت ولات 50 درهم راه بزاف، دابا الدرويش ما عندوش باش غياخذ بوطه. وبخويا خلو الخط يمشي بحالو الصراحه، اما بقى ما يتعجب، عيد هو غالي، كلشي غالي، والبوطه تا هي ولات غاليه راه بزاف بزاف. يديروا لنا شي حل تاعنا خويا البلاد صراحه. واخويا البوطه ولات حتى مع هاد الزياده بغيت تخوي البلاد كاع. واخويا نخوي البلاد صراحه، ما اخويا ما بقى ما يتعجب. اش نقول لك اخويا؟ شنو الرسالة اللي توجه لهم؟ الرسالة اخويا خلو شي جهة يمشي بحالو، الله ياخذ في الحق. ما يزادوا هاد البوطة راه حشومة وعيب، الناس مساكنة وما زادوا في البوطة. شنقول لك؟ لا إله الله محمد رسول الله. هادشي اللي كاين، الشعب ديالنا غادي يموت ملي زادوا في البوطة، الحوي توازي غادي يزيدوا فيه، كل شيء غادي يزيدوا فيه حشومة. البوفرية اش غادي ياكلوا؟ نتفرقع أنا وياهم ما بقاش نبغيناها. وان شاء الله الفاخر انا كاع يا جوجان هاد البوطه هادي ان شاء الله انا الفاخر. والعواد؟ والعواد ولا زادوا في الفاخر والعود حتى هو؟ ما خدام ما كاين لي شي امور، كاين كلشي. مي زادوا هاد البوطه راه حشومه وعيب. زيدوا في كلشي، زدتوا في البوطه، زيدوا في مش عارف البوطه، زيدوا في اي حاجه كتعلق بالمواطن، حيت المواطن صافي دابا غتوصل فيه للعظم. زدتوا في الزيت، زدتوا في الدقيق، زدتوا في كلشي. قالت لكم البوطه اللي هي اساس عند المواطن المغربي، اللي هي السبب باش كياكل وباش كيشرب وباش كيدوش وباش كيعيش حياته. انتم تشوفوا دابا 1000 فران كون خويا زادوا في بوطه، زادوا في الشيء، حتى حنا غنزيدوا فيه. فين غتزيدوا اخويا؟ غنزيدوا في حالتنا شي قاره ما كايناش، ولا غنديروا الاولى حضاريه، الثانيه حضاريه، والثالثه غنهزوا ديك البوطه وغنمشيو نتفرقعوا بها في شي قاره ما كايناش. قولك اخويا هي بالنسبه للناس اللي لاباس عليهم راه ماشي مشكل، ولكن اللي عندهم الوليدات مساكن وعلى قد الحال راه بزاف عليهم. بزاف عليهم 10 دراهم. بزاف عليهم 10 دراهم، بزاف عليهم حتى 5 دراهم. اللي عنده 3 دراري وعنده وما خدامش مزيان ويلا على قد الحال راه بزاف عليه. هذا هو اللي كاين. اما بالنسبه اللي لاباس عليه راه شحال هذه ما زادوش بوطه، راه خاصهم يزيدوا فيها. خاصهم يزيدوا فيها، هي اللي بقات لهم. هي اللي بقات لهم بوطه اللي شحال هذه ما تزادش فيها. عندك يو الملحق. الملحق صافي هذاك الشيء اللي كاين.
دابا واش انت باقا غتستعملي البوطه مع هاد الزياده هادي؟ واش غنقول لك اخويا وحنا مع اش غادي ندير؟ غتبقى بلا بوطه ضروري ما غادي تشريها. ما ترجعيش للفاخر والحطب؟ لا حنا ساكنين في مدينه ما يمكنش، كون كنا في العروبيه راه نديروا الفاخر ونديروا العواد والناس اللي ما فحالهمش يعاونوهم، فهمتي؟ الناس اللي ما عندهمش يحسوا بهم، والناس اللي عندهم يخلصوا، ماشي مشكل. هادشي اللي كاين. شي يخلص على شي. شي يخلص على شي. تلعب موشي. هادشي اللي كاين.